الخيرات السبعة. يعني اليوم في برنامج المسامح كريم علاء الشبي وقتاش مولود؟ 13 أوت 74 13 أوت 74. أي باش ما نباتوش 30 نوفمبر 1963. أي سيدي قال لك أول ألبوم الكاظم الساهر شو اسمه؟ قول هذا اللون عليك يجن. هذا اللون عليك يجن. عام 92. أعطيه مرضوان اللي يحبوا كاظم الساهر. عام 1984. واسمه الألبوم؟ شجرة الزيتون. فما دخان فهمت؟ يتكيفوا برشا العباد اللي معناها ما يبدا مقين عليه شويه. اسمه اوريس. قداش فيه نسبه نيكوتين؟ هو كثير راهو 0.6. اخر اجابه؟ ايه اخر اجابه 0.3 ملي جرام. المذيعه المصريه ريهام سعيد تعرفوها؟ اي باهي. عندها برنامج صبايا. هاي صبايا الخير معها ثلاثه بناته. باهي. وقت استنى شكون موجه سويه؟ للقلي. للقلي وقتاش مولوده؟ 1978 في أكتوبر 15 أكتوبر 1978. باه 28 مارس 1975. مرفت أمين كانت بعرسة بحسين فهمي. إيه قديش مدة فترة العرس نتاعهم؟ أنا عامل أنا عام عطينا من 73 ل 76. 73 76. الإجابة شنية؟ من عام 1974 1986. أيوي فيلم الاعتراف الأخير بطولة نيلي. نيلي إيه نلي فانا عم تد 15 نوفمبر 69. اوه اعطيهم انت الاجابه. الاجابه هي 3 جانفي 1949. نهر الامازون يتعدى على 7 بلدان. مش نسمي لك 6 واعطيني بلد. باهي فازي. ايه باهي هتسميهم لك انا السبعه. هاي سمي لي. اوكي هاي تري بيان. عندنا البرازيل واحده، وعندنا البيرو اثنين، وعندنا بوليفيا ثلاثه، وعندنا فنزويلا، وعندنا كولومبيا خمسه، وعنا غويانا 6، وعنا الإكوادور. والجواب صحيح. عاصمة سويسرا زوريخ. جواب صحيح. متى ولد الحبيب بن علي بورقيبة؟ 3 أوت 1903. والجواب صحيح. عاصمة باكستان. عاصمة باكستان. يلا عاصمة باكستان اسلام اباد. اسلام اباد اسمه القديم. اسلام اباد. اسلام اباد. والجواب صحيح. أباد. رقم 2 عاصمة هولندا. امستردام. والجواب صحيح. المغرب. هاي المغرب كانت محتلتها فرنسا واسبانيا. هاي بعضهم. باه باش نعطيك وقتاش خرجت فرنسا. باه يمشي. نهار 2 مارس 56. أعطيني إسبانيا وقتاش خرجت؟ 1 جانفي 1961. 7 أفريل 1956. وبالتالي ربحوا البنات اليوم. لا ولا تمشي مباشرة تالي. يلا البنات الكل. البنات الكل. عملي كجملة شهيرة. شكون ربح اليوم؟ شكون ربح اليوم يا نار؟ البنات.